حلقة النهاردة is so different عشان ضيفتنا is so hot so crazy so مية الخشب. اهلا اهلا طنط سمية، عمالة تحلوي كل شوية. طنط في عينك. ثانية ما احيي الناس الاول. منورين. مش مسؤولة عن اللي هيحصل في الحلقة دي النهاردة، أنا جاية وكلي شر إذا كانت هي ولا أمها ست القرشانة. اتفضلي اقعدي هنا، ده مش مسرح لو سبير. جمهوري وأنا حرة فيه. نعم. ازيك يا طنط؟ طنط في عينك. إيه البؤس ده؟ هو كل طنط تيجي تتضايق من كلمة طنط؟ أنا طفلة، أنا طفلة. والأطفال بيعلموهم يقولوا للكبار يا طنط أو يا أنكل. أنكل؟ عايزة إيه فيهم؟ وإيه حضرتك الوردود اللي أنت حطاها في شعرك دي؟ طفلة بقى، كأني طفلة. وبتخوفيني بالعصفور أبو نضارات مربعة ده؟ أنت لو عايزة بقى تخافي من عصفور دي حاجة ترجع لك. ده سو كيوت. طب رجعيه بقى مكانه من فضلك. وإيه جامب سوت اللي أنت لابسة؟ بتقلديني في السيشن الأخير يا شقية. أنا طولي. عليكي حركات يا كارو. عقبال بقى لما اكبر هبقى البس بقى الفواكه اللي انت بتلبسيها كمان. اما نشوف هتعرفي تلبسي زي فواكه ولا لا. طيب على العموم ده برنامج ساخر، وانا بقى هدفي اطلع منك بقى كل الحاجات المستخبيه. أيوة. وبدون الم. يلا بقى جاهزه نبدا؟ يلا اتفضلي. الاسم زي ما كان مكتوب في القايمه. القايمه؟ كانش في قايمه، كانت نايمه. سمية سعيد السيد فتيحة الخشاب. طب السن؟ أنا مواليد 20/10 برج الميزان. ومفيش بقى السنة ما بنقلهاش؟ العمر مجرد رقم، احنا الأيام الحلوة اللي بنعيشها في حياتنا هو ده عمرنا الحقيقي يا كركورة. طب واللي بيدلعوكي بقى بيقولوا لك ايه؟ يا سوسو يا سوكا يا سمسم ساسكا، أي حاجة في ياسي. عمر حد قال لك سربنتينا؟ البعض يذهب للمأذون مرتين. حضرتك بقى ذهبتي كم مرة؟ 5 في وش العدو. عرفنا ليه أسامي الدلع كتير كده. طب والوزن الحالي؟ 61. مش معقولة الصدف. ايه؟ ده نفس وزن الباندا العملاقة. الباندا 61؟ العملاقة التانية صغيرة. طيب اسم مامتك؟ لولو. واسم الجدة؟ محفوظة. والجدة التانية اسمها مفهومة؟ طب ايه أكتر كدبة فاكراها من طفولتك؟ أكتر كدبة؟ لا مش فاكرة. طب ايه أول كدبة فاكراها؟ كانت إمتى؟ لا أنا مش فاكرة بصراحة. دي كذبة أوريدي، كل الإجابات بتاعتك دي كدبة. طيب وانتي صغيره كان مين معلق له بوسترز في اوضتك؟ محمد منير، ماده الحناوي، باربرا سترايسند بحبها قوي. ده تلبك في الاذن الوسطى. طب ايه الحاجه اللي انتي شاطره فيها؟ شاطره في كل حاجه. طب ايه اللي مش شاطره فيه غير التواضع؟ متواضع اوفر انا حقيقه يعني. لا شطوره يعني، مامتي معلماني حاجات كتير من وانا صغيره. بعرف اطبخ، بعرف اعمل ميك اب، بعرف اعمل شعري، بعرف اخيط، بعرف اغني. طب قولي لنا بقى يا طنط سكسك، اخدتي التطعيم؟ لا لسه. طب والكورونا عملت فيكي ايه؟ لا الكورونا من اجمل الحاجات اللي حصلت في حياتي. ليه؟ بجد كانت احلى سنه، انا استفدت منها جدا لانه استعلمت كتير جدا. انت قاعده في البيت ما بتعمليش حاجه، فاستفدت بقى من قعدتي في البيت، عملت كورسات، اتعلمت، بقيت اونلاين ادخل واتعلم حاجات جديده، وعملت تويتات، واهتميت بالسوشيال ميديا. اخدتي كورسات ايه؟ اخدت كورسات قويه الانجليش عندي، اخدت كورسات في التنميه البشريه، اخدت كورسات في التغذيه، يعني حاجات كتير انا كنت مهتمه بيها وطورت من قدراتي يعني. طب تعالي بقى نمسك الانجليش. اتفضلي. هنلعب بيه لعبه، هعمل لك انجليش اكزام. انجليش ابيولا. يلا. هوريكي كلمات انجليزي. آه. وانت عليكي بقى تنطقيها مظبوط.
اوكي وبصوت عالي ولو عارفة المعنى كمان ممكن تقولي مش همنعك. اوكي بس الهدف انك تقريها. طيب اوكي اوكي هتلاقي بقى عندك هنا اهو ايباد. ايه تاكسي؟ تاكسي مكانه. ايه التاكسي ده؟ عشان لو عايزه اروح. بتاخدي التاكسي الاصفر ده؟ يا اختي عليا. وبالنسبه للهيكل العظمي ده عشان يرعبك بالليل وانت نايمه؟ ده عشان يرعبك انت. ماشي. هتلاقي فولدر اسمه انجلش اول ذا تايم. لقيتيه؟ استني بقى. لقيتيه؟ انجلش يا. لقيتيه؟ ويتش وان؟ ويتش وان؟ اخر واحد. اخر واحده يا ندامه. اليفنت. برافو. طيب اللي بعدها؟ اللي بعدها هيبوبوتاموس. 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 بالظبط. عارفه ده مين؟ هيبوبوتاموس ده اللي هو ال السيد قشطه. صح. هيبوبوتاموس. عمركم سمعتوا عنه؟ وورث ستيرشاير. وورث شاير. وورث شاير. طب ده ايه؟ عارفه ده ايه؟ صح نطقتها صح يعني؟ مش قوي يعني. وورث شاير. هو في كام حرف في النص بيبقوا سايلنت فبتقلب وورث شاير تقريبا. طب وورث شاير. وورث شاير. شاير. اللي بعدها ماساتشوستس. انا هحذف البتاع ده في دماغك واكسره. ايه الحاجات دي يا ست الكل؟ دي ولايه في امريكا. طب انا ايه اللي عرفني بيها؟ قوليها انت ما قلتيهاش بصوت عالي. ماساتشوستس مثلا. كسريها تعالي ننطقها مع بعض. ماساتشوستس. ماساتشوستس. دي الماني دي ولا ايه؟ قلت لك ولايه في امريكا. لا لا انت بتهزري بقى. قوليها بقى انا علمتها لك. ماساتشوستس. ماساتشوستس. شو لا 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 بس بقى. طب خلاص اخر واحده بقى سهله خالص. يا نهار اسود ومنيل. سوبر كاليفراجيليستريكيبلوبيسكيتالانتوس. انت سافرتي اليونان؟ سوبر كاليفراجيليستريكيبلوبيسكيتالانتوس. دي كلمه ايه؟ دي قوليها. اتكي على دماغك بالايباد انا. ها الادب. انا الحق عليا بعلمك. انا ما عنديش هزار بضرب. خلاص انا مش عايزه اكمل. اتفضلي. حاجه غيرها. انت اخر واحده دي اللي كان ممكن تتعلميها بس انت رفضتي. مش عايزه اتعلمها لو الانجليزي بالطريقه دي. مش عايزه. على العموم انا دلوقتي بقى هعكسها لك. بدل بقى ما تقولي لنا الكلام بالانجليزي. ايوه هقول لك كلمه بالانجليزي وانت تقوليها لنا بخمس لهجات عربي. اوكي. I love you. بالمصري احبك. احبك. معروفه. معروفه وانا كمان بحبك. دي اغنيتي. بحبك وانا كمان بحبك وانا كمان. فاكراها؟ ما بحبهاش. طب كبس 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 كله كده. مفيش حاجه تانيه. ما انت عذبتيني. دي فرصتي الوحيدة بقى. بالكويتي حبتش وايد. وايد. حبتش وايد. حبتش وايد. بالفرنساوي جتامو. هو الفرنساوي مش لهجة عربي قوي بس يعني. ما انا قلت اشكل بقى. زهقت. باللبناني شو بحبك انا كتير عن جد. ايه. طب وبالمغربي؟ ما بالمغربي انا نحمق عليكي بزاف. نحمق؟ جايه من الحماقه اللي هو الحب بجنون. عشان كده بيحبوا حماقي هناك. خفيفه. طب وبالعراقي؟ بالعراقي احبك كلش كلش احبك. طيب شغلك مع محمد رمضان اضاف ليكي ايه غير فلوس في البنك؟ لا مش قوي كده زي ما انت فاكره خالص يعني. انا فاكره ايه؟ لا مش فلوس ولا حاجه. طب اضاف لك ايه غير الفلوس؟ في حاجه حلوه اتعلمتها منه ان انت دايما تكتبي كل حاجه بورقه وقلم. يعني ما تناميش عشان تشتغلي وتحلمي فما تناميش. هو بينامش فما تناميش لغايه ما تتجنني. ما انا عماله اكتب اهو ما جبتش حتى فيرنا.
طيب لو ما كنتيش جميلة تحبي تبقي أذكى ولا أطيب؟ لو ما كنتش جميلة أذكى. فعلا كنت محتاجة تبقي أذكى. الحمد لله ذكية. طب إيه مواصفات فتى أحلامك؟ يعني يكون طيب ودمه خفيف ولذيذ وكريم وابن ناس ومحترم. دي فرقة كشافة، ده مش إنسان لوحده. أيوة، وما يرغيش كتير، يعني ينجز يلخص. مش هيبقى أنتوا الاتنين. ده أنت فظيعة. أكتر نصيحة معلقة معاكي ومين اللي قالها لك؟ أنا كان عندي مدرس الفرنساوي بتاعي وأنا صغيرة، كان دايما يقول لي لو حاجة عجبتك اشتريها على طول، ما تتردديش. على فكرة الكلام ده بجد صح، لو حاجة عجبتك اشتريها فورا. ليه بقى؟ ممكن تكوني تقولي هشوف، هلف السوق اشوف حاجه تانية وارجع اشتريها، تكوني صرفتي فلوسك، اشتريتي حاجات تانية وترجعي تندمي انك ما جبتيهاش، او حد يكون اشتريها وانت تكوني راجعه تشتريها تلاقيها خلاص اتباعت فتنقهري اخر بيس وزعلتي وكده. فاحسن ما تضيعيش الفرصه، لو حاجه لقيتيها حلوه خديها على طول. هو السؤال ليه مدرس الفرنساوي يقول لك كده؟ كان بينصحني كتير. ولا كان بياع في وكاله البلح؟ لا لا لا، دي كانت امه فرنسيه، وكان دايما يقول لي شوفي يا سميه انت لازم تعملي كذا كذا، يعني كان يتكلم بطريقه دي كده. طب بتعرفي تطبخي ولا الفن خلاكي فاست فود؟ لا لا، بحب اطبخ قوي وبعرف اطبخ كل الطبخات. اكتر حاجه انت شاطره فيها ايه؟ مكرونه بالبشاميل. وايه بقى السر ورا المكرونه بالبشاميل الناجحه؟ الطريقة عمل البشاميل، وطبعا العصاج اللحمة المفرومة المتعصاجة لازم تتعمل صح. طيب دلوقتي بقى على سيرة الأكل، ممكن أعزم عليكي بقى بأكلة بس هيبقى معاها لعبة. إيه؟ بتحبي المارشميلو؟ مش قد كده. أحسن حاجة. ليه؟ مش بحب. دلوقتي بقى هسألك سؤال، ولو جاوبتي صح بتفوزي وتاكلي واحدة مارشميلو، ولو جاوبتي غلط بتخسري وتاكلي اتنين مارشميلوز كلهم في نفس البق. مش بحبه. فين البرطمان؟ قدامك البرطمان. اهو، خليه كده بقى في حضنك. اتفضلوا. يلا. ما بحبوش فعلا، ما نفوش كده على الفاضي. هو بعد فتره لما بتسيبيه في بقك بيدوب. طيب يا ست الكل اتفضلي. عاصمه كوالالمبور. ايه ده؟ خدي اتنين. لا لا ما تهزريش. لا ده لسه بنبتدي. دي اول واحده، واحشري جنبيها اختها. لا احنا مش هنخلص، ناكلهم هنا. مش هقدر تاني بجد، السكر بيتعبني. لا انت كده هتبوظي لي اللعبه دي. هي بقى الاسئله. انت تولعي، انا ما بحبش المارشميلو. طب اجيب لك ترشي؟ والله. والله؟ لا مش مستوانا هنا ان نقعد ناكل ناس ترشي. لا مخلن يعني يرفع الضغط، لكن ده سكر كتير اوفر وانا مش عايزه اتخن. طب يلا. لا بجد مش هقدر اكل. ما هو ده الهدف. طعم وحش قوي. ما انت مش المفروض بقى تقعدي تاكلي واحده واحده. انا اولاد اخويا بيقعدوا يتحلوا عليا، والنبي يا سوسو طب واحده يا ستي مش عايزه. لا طب واحده بقى، سوده جميل قوي، مش انا مش بحبه. طب يلا بقى، مش هتحطيه تاني في بقك. ودي اسئله سهله عشان نخلص بقى. طب ايه لون الصندوق الاسود؟ اسود. لا برتقاني. ازاي؟ خدي خمسة. هو اسمه كده. طب وعاصمة كوالالمبور اللي انت نطيتيها دي ايه؟ ما فيش، عملهاش عاصمة اساسا. صح. طيب يبقى انا كده ليا عندك واحدة على اساس انك اكلت اتنين. طيب اقوى عضل عند الانسان ايه؟ الفك. اللسان. 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 صح. يلا كلي واحدة. هاخدها كلها في البيت. انا متهيألي انا دلوقتي مضطرة اسيبك بقى لمامتي، لان مش هقدر عليكي. كل ده ما قدرتيش عليا قرشانة؟ اعوذ بالله. انا مش قرشانة، هتعرفي ان انا مش قرشانة لما تقابلي القرشانة الحقيقية. طيب يا روحي انا استمتعت جدا بلقائك. انا كمان بشرفناكي وشبعناكي. روحي ذاكري. روحي. طب روحي اعملي لنا ترند بقى. هعمل ترند. ماما الملبن وصل. واتش ات، ما تخليش حاجه تفوتك.